قد يعتقد البعض أن عمر الإنسان يحتسب منذ تاريخ ولادته، إلا أن عمرك البيولوجي قد يكون أصغر بعشر سنوات من عمرك الحقيقي. أو ربما أكبر بعشرين عاماً. أنا هنا في العاصمة الإسبانية مدريد لمسألة لم يكن اتخاذ قرار بشأنها أمراً سهلاً. أنا هنا لإجراء اختبار يحدد العمر البيولوجي للإنسان. ولكن قبل التوجه إلى مركز الأبحاث الذي سيجري الاختبار، كان علي المجيء إلى إحدى المستشفيات هنا في مدريد لسحب عينة من الدم التي سيجرى عليها الاختبار. حسنا دكتور ماريا، باختصار وببساطة، ما هي التيلوميرز وكيف يمكن أن نفهمها؟ التيلوميرات هي أغطية نهايات الكروموسومات في شريط الحمض النووي DNA في خلايا الإنسان، وهي مسؤولة عن حماية الكروموسومات والحفاظ على الوظائف الحيوية للخلايا. كما فهمت هناك نوعان من التيلوميرز، تيلومير قصيرة وتيلومير طويلة. لماذا يمكن الشخص أن يكون لديه تيلوميرز قصيرة أم طويلة؟ Yes, our telomeres they shorten as we age. So as our age increases, our cells all the يبدأ طول التيلوميرات بالتقلص مع تقدم العمر. طول التيلوميرات هو مؤشر على صحة الخلايا. The degree of aging of the organism. So when it comes to measure telomeres. عندما نقيس طول التيلوميرات نركز على تلك القصيرة جدا لأنها لا تستطيع حماية الكروموسومات، ما يعني أن الخلايا لن تكون قادرة على التكاثر وتموت. ما هي العوامل التي يتم تحليلها من خلال هذا الفحص؟ إلى ماذا تنظرون تحديدا؟ نعتمد على الميكروسكوب، نشاهد التيلوميرات بوضوح ونحدد طولها. هذا اختبار دقيق جدا، نحدد بموجبه التيلوميرات القصيرة جدا والتي نعتبرها خطيرة. هذا يسمح لنا بمقارنة معدل طول التيلوميرات في عمر معين مع معدل الطول الطبيعي في ذلك العمر، ما يحدد العمر البيولوجي للإنسان. هل الأشخاص الذين لديهم تيلوميرز طويلة يعني أنهم في حالة صحية جيدة وسيعيشون لمدة أطول، أم ماذا يعني شخص لديه تيلومير طويلة؟ دعني أشرح لك ماذا يعني كون معدل التيلوميرات أقصر من المعدل الطبيعي لعمر معين. هذا يعني أن معدل إصابة الشخص بالأمراض أكثر من غيره، أمراض كارتفاع ضغط الدم أو مشاكل قلبية أو ربما الإصابة بالتهابات بنمط أسرع من غيره. ما شاهدناه حتى الآن في هذا التقرير يغطي الجانب العلمي من هذا الاختبار، لكن لنتعرف كيف يمكن أن نحصل على هذا الاختبار. معي هنا ستيف. هاي ستيف. هاي. How are you? Pleasure. ستيف، كيف تتوقع أن يتم تجاوب الجمهور أو الناس مع هذا الاختبار؟ So life length is commercializing a test which we. ستطرح لايف لينث هذا الاختبار في الأسواق قريبا، ما يسمح للجمهور بتجربته ومعرفة عمرهم البيولوجي، ونتوقع أن يلاقي إقبالا كبيرا. الجزء هنا في مدريد انتهى، سوف يتأخر بث هذا التقرير أسبوعين كي يحصل على نتيجة الاختبار، وبعدها سوف أطلعكم عليها في لندن. إذن انقضت أسابيع الانتظار وأنا الآن مستعد لمعرفة نتيجة التحليل. سوف يطلعني عليها ستيفن الموجود حاليا في الولايات المتحدة عبر سكايب.
هلو ستيفان. هلو. كيف هي نتيجة التحليل الذي أجري لي في مدريد؟ التلميرات في عينة الدم الخاصة بك طويلة جدا، نتيجتك فاجأتنا. هل أظهر التحليل تلوميرز قصيرة أم طويلة؟ هذا يعني أن عمرك البيولوجي هو أقل بعشر سنوات من عمرك التسلسلي أو الحقيقي. أنت في 32 من العمر، فيما عمرك البيولوجي هو 21. Thank you, Stephen. لابد أن ما رأيناه في هذا التقرير هو تطور علمي مذهل، إلا أن الأعمار تبقى دائما بعلم الغيب.